هو البحث العلمي لها دور مهم كبير جدا في تطوير القطاع الزراعي. انا عايز اقول لك حاجه، يعني احنا كان عمليه البدايه كان الفدان بيجيب حوالي من 10 ل 12 ارداب بقمح، وده كان مشكله. 10 ل 12 ارداب بقمح عدد مواطنين قد ايه؟ احنا لما بنوصل دلوقتي بنتكلم بالعلم بقى، بالعلم يعني، ان مصر هي اعلى انتاجيه للفدان من القمح على مستوى العالم. شوف مصر، ما هو ده بفضل ايه؟ بفضل الله سبحانه وتعالى نمرة واحد، ثم بالعلماء سواء الجامعات المصرية او المراكز البحثية وزارة الزراعة، باستنباط اصناف جديدة، بسلالات جديدة، فقدرت اوصل بالانتاجية من 12 اردب ل 18 و 20 و 22 اردب. فليه دور؟ لا، مصر نمرة واحد. بص، مصر رقم واحد على مستوى العالم في انتاجية الفدان من القمح ومن الرز. يعني مصر تنتج من الفدان قمح ورز اعلى من اي فدان في اي دوله عالم. هذا يتاتى بايه؟ بالبحث العلمي والابتكار والعلماء المصريين سواء في الجامعات المصريه او في وزاره الزراعه اللي وصلنا لهذه المرحله. فدور العلم مهم جدا، بالاضافه ان العلم بيشتغل دلوقتي على المقننات المائيه، العلم بيشتغل على الووتر، على انظمه الري واستخدام السمارت اريجيشن اللي هي الري الذكي، في ان انا عايز زي ما بقول لك ايه، ان كل قطره مياه كقطره دماء تساوي حياه. يعني كانوا زمان كده يطلعوا على الناس في التلفزيون يقول لك قطره دم تساوي حياه، لا، ده دلوقتي قطره مياه تساوي قطره دم تساوي حياه. واحنا بنتعامل لان احنا عندنا بعض البروبلمز، فاحنا بنحاول بقدر الامكان الاستخدام الامثل لكل قطره مياه، مش كده وبس بقى، وان انا ازاي استخدم الاماكن الاكثر ملوحه. يعني انا عندي اماكن فيها ارض ملحيه بتاع، لا، ابتدي استنبط اصناف او استخدم اصناف تتحمل الملوحه، ودي نقطه مهمه. يبقى هنا البحث العلمي بيدور في فلك حاجات كتيره جدا، التكنولوجي في ان انا استخدم الجينيتك انجينيرنج، الهندسه الوراثيه ومشتملاتها المختلفه في ان انا اطلع اصناف، ان انا استخدم السمارت اريجيشن الري الذكي في تقليل كميه المياه المهدره سواء عن طريق النشر او البخر، النيو تكنولوجي ان انا اطلع حاجه تعمل باكينج للمنتجات الزراعيه فاقلل من نسبه التلف و بتاع، النيو تكنولوجي ان انا اعمل ميثودولوجي جديد لعمليه التصنيع، وكل ده شغالين فيه.